رن جرس الهاتف. رن مرة أخرى. كان الهاتف يرن على مكتب محلل شاب في وكالة المخابرات المركزية. كان ذلك في 25 من يوليو عام 2019، يوم الصيف عادي ظاهرياً في واشنطن العاصمة. رفع الشاب سماعة الهاتف، غير مدرك أن هذه المكالمة ستقوده إلى قلب عاصفة سياسية هائلة. كانت المتحدثة على الطرف الآخر هي فيونا هيل، خبيرة مخضرمة في الشأن الروسي في مجلس الأمن القومي. كان صوتها مشوباً بالقلق وهي تروي له تفاصيل محادثة مقلقة. لقد تحدث الرئيس ترامب للتو مع الرئيس الأوكراني المنتخب حديثاً زيلينسكي. كان المحلل يستمع باهتمام بالغ وعقله يستعرض الاحتمالات بسرعة. وصفت هيل إصرار ترامب على أن تقوم أوكرانيا بالتحقيق مع منافسه السياسي جو بايدن وابنه هانتر. وفي المقابل بدا أن أوكرانيا ستتلقى المساعدات العسكرية التي كانت بأمس الحاجة إليها لصد العدوان الروسي. لم يكن هذا دبلوماسية، بل بدا كأنه ابتزاز. شعر المحلل بقشعريرة التسريف في جسده. لقد أدرك أن هذا خطأ، إساءة استخدام خطيرة للسلطة. لقد أقسم على حماية الدستور والدفاع عنه، وشعر أن هذا بمثابة اعتداء مباشر على أسسه ذاتها. ما سيفعله بعد ذلك سيكون له عواقب وخيمة، ستهز أسس الديمقراطية الأمريكية وتغير مجرى حياته إلى الأبد. لم تكن هذه مكالمة هاتفية عادية، لقد كانت الشرارة التي ستشعل فتيل تحقيق المسائل وتكشف أحلك زوايا السياسة الأمريكية. ثقل الموقف كان يثم بقوة على كاهل المحلل الشاب. لقد كان يؤمن دائماً بنزاهة الديمقراطية الأمريكية، بفكرة أنه لا أحد ولا حتى الرئيس فوق القانون. لكن ها هو ذا يحدق في هاوية إساءة استخدام محتملة للسلطة، إساءة تقوض صميم معتقداته. كان ثقل الأدلة لا يمكن إنكاره. كان طلب ترامب وهو مقايضة واضحة انتهاكاً صارخاً للثقة العامة. لقد استغل الرئيس منصبه لتحقيق مكاسب سياسية شخصية، مما عرض الأمن القومي للخطر. كان المحلل يذرع شقته الصغيرة جيئة وذهابا يكافح معضلة أخلاقية عميقة. لقد أدرك أن الإبلاغ عن الأمر سيكون أمرا خطيرا، فكثيرا ما يتم نبذ المبلغين عن المخالفات وتدمير حياتهم المهنية وقلب حياتهم رأسا على عقب. فكر في عائلته وأصدقائه، في الحياة التي بناها. هل يمكنه المخاطرة بكل ذلك؟ كان القرار ينهشه من الداخل كحجر ثقيل يستقر في قعر معدته. لم يوفر له النوم أي هروب، فقد كانت أحلامه مسكونة بشظايا من المحادثات وهمسات بالتستر وإدراكا مرعبا بأن الحقيقة يتم دفنها. تحولت الأيام إلى ليال بلا نوم، بينما كان المحلل الشاب يتصارع مع ضميره. كانت المعلومات التي بحوزته قابلة للانفجار كقنبلة موقوتة يمكن أن تسقط رئاسة. ومع ذلك كان الخوف مشلاً. لقد شهد بنفسه الكفاءة الوحشية التي تسكت بها هذه الإدارة منتقديها. تخيل حملات التشهير والهجمات العنيفة على شخصيته وإمكانية عدم عثوره على وظيفة في مجاله مرة أخرى. كانت المخاطر هائلة، لكن تكلفة صمته كانت هائلة أيضاً. فكروا في القسم الذي أداه والمبادئ التي يعتز بها. هل يمكنه أن يعيش مع نفسه إذا التزم الصمت متواطئاً في عمل فاسد يقود نسيج الديمقراطية الأمريكية ذاته؟ كان ثقل الحقيقة ساحقاً، عبئاً لم يعد بإمكانه تحمله بمفرده. لقد أدرك أنه لا يستطيع التزام الصمت، ليس بينما مستقبل بلاده وربما العالم على المحك. كان عليه أن يتصرف، لكن كيف؟ بمن يثق؟ المشهد الرابع، ظلال قاتمة على أوكرانيا. بينما كان المحلل الشاب يتصارع مع ضميره، تدهورت الأوضاع في أوكرانيا. فقد ظلت المساعدات العسكرية الموعودة، وهي مساعدات حاسمة لدفاع أوكرانيا ضد الانفصاليين المدعومين من روسيا، مجمدة. وتحدثت التقارير الإخبارية عن جنود أوكرانيين يقاتلون بمعدات قديمة متفوق عليهم بالعدد والعتاد. شعر المحلل بموجة من الغضب.
لقد كان استغلال دولة ضعيفة من أجل مكاسب شخصية أمرا بغيضا، ولكن القيام بذلك بينما يموت شعبها على الخطوط الأمامية كان أمرا لا يغتفر. لقد أدرك أن المساعدات المحتجزة لم تكن مجرد ورقة مساومة في ألعاب ترامب السياسية، بل كانت مسألة حياة أو موت للجنود والمدنيين الأوكرانيين العالقين في مرمى النيران. ازدادت ضغوط العمل، لم يعد بإمكانه الوقوف مكتوف الأيدي بينما أصبحت أرواح الأبرياء على المحك. لقد انتهى وقت التأمل، كان عليه أن يتخذ موقفا مهما كان الثمن الشخصي. المشهد الخامس، حملة ضغط جولياني. راقب المحلل الشاب غير مصدق بينما احتل رودي جولياني المحامي الشخصي لترامب المشهد الرئيسي في الدراما الأوكرانية. كانت تصرفات جولياني وقحة، وكانت تصريحاته مزيجا مذهلا من نظريات المؤامرة والتهديدات المبطنة التي تهدف إلى إجبار أوكرانيا على الامتثال لمطالب ترامب. لم يزد هجوم جولياني الإعلامي المليء بالاتهامات التي لا أساس لها من الصحة ضد بايدن إلا من إصرار المحلل على أن شيئا فاسدا للغاية يحدث. لم تكن هذه دبلوماسية، لقد كانت عملية مارقة، محاولة سافرة للتماس تدخل أجنبي في الانتخابات الأمريكية المقبلة. أدرك المحلل أن هذا الأمر يتجاوز بكثير السياسة الحزبية، لقد كان اعتداء على أسس الديمقراطية الأمريكية ذاتها. لقد أدرك أنه إذا لم يتصرف، إذا لم يجد طريقة لفضح إساءة استخدام السلطة هذه، فقد تكون العواقب وخيمة. ازداد الضغط عليه دافعاً إياه نحو قرار سيغير حياته إلى الأبد.